هاي انت، ايوه انت، بتعمل ايه؟ سيب اللي وراك واللي قدامك دلوقتي علشان انت بتتفرج على قناة موسوعة الافلام. فيلمنا بيبدأ مع إلينور، عالمة الابحاث اللي عايشة وحيدة بعد ما والدتها توفت من سنتين. إلينور بتدخل اوضة والدتها وبتقرر انها تلبس سلسلة والدتها اللي دايما كانت بتتفائل بيها. بعد شوية بيوصل لها تليفون من الدكتور مارو، عالم الابحاث، واللي بيبلغها بانه تم اختيارها معاه هو ومجموعة باحثين اخرين علشان يعيشوا تجربة في قصر مرعب مقفول من زمن، وده هيكون مقابل مادي 900 دولار في الاسبوع. وعلى طول بتتحرك إلينور على عنوان القصر، واول ما بتدخل القصر بتحس برياح قوية بتحاول تمنعها انها تتقدم داخل القصر، وبتلاحظ في وجود تماثيل شكلها غريب ومخيف. وبعدها بتقابل إلينور السيدة دادلي من طرف دكتور مارو، لكن ملامح وش دادلي بتثير الرعب في قلب إلينور، ودادلي هي اللي هتكون خادمة ليهم هنا طول فترة وجودهم، وبتاخدها علشان تفرجها على القصر. تدخل إلينور اوضتها، بيكون شكل الاوضة مخيف بسبب وجود التماثيل اللي على شكل اطفال، وبتستغرب إلينور من وجود التماثيل الغريبة دي في كل مكان في القصر تقريبا. ولما بتسأل دادلي عليها، دادلي بترعبها اكتر واكتر. لما بتغير الموضوع بتقول لها ان بالليل لازم كل واحد فيكم يعتمد على نفسه. وبتوصل بعد كده صديقتها سايو واحد اعضاء الفريق، وبيبدا الاثنين ياخدوا جوله في القصر. وبعدها بيشوفوا باب شكله غريب ومخيف، وهو عباره عن تماثيل لاشخاص وتماثيل على شكل اطفال بتصرخ، وزي ما يكون كده بيستغيثوا بحد. وبعدها بيقابلوا صديقهم الثالث لوك، وبعدها بيوصل الدكتور مارو ومعاه اثنين هم دودو وماري، والكل بيجتمع وبيبدا الدكتور مارو يعرفهم على بعض. وبالليل بيبدأ الدكتور مارو يشرح لهم التجربة اللي هيعيشوها هنا، وبتبدأ إلينور تحكي عن إن والدتها دايما بتجيلها في الحلم وبتحذرها من شيء مخيف ممكن يحصل لها، وشخص شكله مرعب بيجيلها في الحلم. لكن مارو بيطمنها إن هو ده سبب وجودنا هنا، إننا نساعد بعض على التخلص من الخوف. وبيبدأ العمل لما بتبدأ ماري تتكلم عن كرين صاحب القصر، وبتقول إنها بتحس بوجوده معاهم في القصر. وبمجرد ما تجيب ماري سيرة كرين، بنلاحظ مسمار البيانو اللي في الأوضة بيتفك من مكانه، وأول ما بتقرب منه ماري بيتفك حبل الصوت بتاع البيانو وبيجرحها في وشها. وبعدها بيقدر ياخدها دودو في عربيته على الأقرب مستشفى. وبالليل بتصحى إلينور على أصوات مخيفة جاية من كل مكان في القصر، وبعدها بتسمع صاحبتها سايو وهي بتصرخ وبتنده عليها، فبتروح لها بسرعة، وفجأة باب أوضتها بيخبط بصوت عالي، وبعدها بيوصل لوك على صوت صريخهم. والغريب إن كل حاجة رجعت لطبيعتها أول ما وصل لوك، والأصوات كلها اختفت. وبيفتح الباب اللي كان بيطلع منه مصدر الصوت، لكن مش بيلاقي أي حاجة غريبة. وساعتها إلينور وسايو بيكونوا مستغربين جدا. وبعدها لما راح لوك يفتح الحنفية سمعوا نفس الصوت المخيف، فبيقول لهم مارو ان الصوت اللي سمعتوه ده جاي من المواسير. وتاني يوم بالليل اوضة إلينور كان فيها صوت رياح شديدة جدا وشبح طفلة بيتحرك من تحت الغطا بتاعها، والطفلة دي كانت بتقول لها إلينور ابحثي عننا في القصر وحرري روحنا منه، وبعدها اختفت. إلينور صحيت على صوت الطفلة ولاحظت ان شباك اوضتها مفتوح بالرغم من انها كانت قافلاه قبل ما تنام. والصبح إلينور وهي لوحدها بتشوف شيء غريب على هيئة شخص ورا الستارة، واول ما بتشوفه بتتفزع وبتجري. وبيوصل لوك ومارو اللي بيفتح الستارة، لكنهم مش بيلاقوا ورا الستارة اي حاجة. وبعدها تمثال بيقع عليهم لكن بيقدروا يتفادوه، وبيستنتجوا من كده ان التمثال ده هو اللي إلينور شافته، لكن إلينور بتأكد لهم ان اللي شافته شخص مش تمثال. وكلهم بعد كده بيشكوا ان إلينور اعصابها تعبت من القصر. وبالليل بنشوف الصورة بتاعت كرين وهي في حالة غضب من إلينور واللي بدأت تكتشف حقيقته، وفجأة باب اوضتها بيتفتح وبتصحى إلينور على صوته، وبعدها بتسمع صوت اطفال بيستغيث. ولما بتقوم بتلاقي اثر قدم احد الاطفال، فبتمشي وراه لحد ما بيوصلها لمكتبه كرين السريه، وهناك بتشوف في المرايه شبح طفله وهي بتشاور لها على كتاب خاص بكرين. ولما بتفتحه بتتفاجئ بوجود 11 اسم لطفل وطفله وكلهم مقتولين ومتشخبط على اساميهم. وبتفهم إلينور من الكتاب ان ارواح الاطفال دول محبوسين في القصر ومهمتها انها تحرر ارواحهم، وبتاخد الكتاب وبتروح على سايو وبتعرفها الحقيقه، لكن صاحبتها مش بتصدقها وبتطلب منها انها تسيبها تنام. وبترجع نور لأوضتها وبتبدأ تتكلم مع تماثيل الأطفال وبتبلغهم إنها عرفت حكايتهم وهتنقذهم من كرين. وبعد شوية وهي بتسرح شعرها بيظهر لها روح من الأطفال وبتعمل لها تسريحة كده شبه تسريحتهم، وبتتفزع إلينور وبتجري لبرة علشان تشوف تسريحة زوجة كرين التانية واللي هي جدتها اللي كانت عاملة نفس تسريحتها. وإلينور بتكون مستغربة جدا. وتاني يوم الصبح بتبلغ سايو ولوك باللي حصل معاها امبارح واللي شافته، لكن محدش بيصدقها. وبعدها بتشوف سيدة متعلقة ومشنوقة ومحدش بيشوفها
غيرها، فبتجري عليها علشان تنقذها لكنها بتختفي، فبترجع تاني المكتبة علشان تعرف معلومات أكتر عنها، فبتلاقي كتاب بيفتح لوحده علشان تعرف إلينور إن الصورة دي تخص نفس السيدة اللي شافتها مشنوقة، وكمان كانت زوجة كرين واسمها كارلين، واللي انتحرت بسبب جبروت كرين، وفضل الكتاب يقلب لوحده لحد ما كون مشهد، وكانت كارلين بتشاور على بدروم القصر، فبتروح على طول إلينور علشان تفتح البدروم، ولما بتفتح البدروم بتقلب في التراب، فبتشوف عظام الأطفال الحداشر اللي قتلهم كرين ودفن جثثهم فيه، وبكده تكون عرفت حقيقة الأصوات اللي بتسمعها يوميا من الأطفال. لو انت لسه مكمل معانا ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة لو مش مشترك، وياريت كمان تفعل الجرس علشان يوصلك كل جديد. وبعدها سمعت نفس أصوات الأطفال واستغاثتهم وكأنها طالعة من الباب ده، ولما حاولت انها تفتحه خرجت ايد من جوه الباب وضربتها، وبعدها طلعت تجري علشان تقابل باقي الفريق بتاعها، وبدأت تحكي لهم عن اللي حصل معاها وان كرين قتل 11 طفل وحبس ارواحهم في القصر، وكمان زوجات كرين اللي ماتوا منتحرين بسببه، ومنهم كارلين اللي شافتها مشنوقة بره، وبتقول لهم انه لو محدش صدقني ممكن يشوف البدروم وهيلاقي فيه عظام الاطفال اللي ماتوا، ولو محدش وقف معاها هيقدر كرين ياخد روحها هي كمان لانه عايزها تبقى زوجته التالتة. مارو بيحاول يهديها، والمرة دي حسوا منها انها على حق، ولما راحوا يفتحوا البدروم كان مقفول باحكام ومحدش قدر يفتحه. وبالليل وإلينور نايمة بيظهر كرين وبيحاول يأذي الاطفال علشان يسمع صوت صريخهم، فبتصحى إلينور على صوت الاطفال وبتشوفه هو بيتحرك في شكل مخيف، لكن إلينور بتقول له انها مش هتسمح له يأذي الاطفال دول تاني، وفضلت تستفزه لحد ما وقعها من على السرير، والاطفال ابتدى صريخهم يزيد، فبتجري إلينور على النور علشان تشغله، وفجأة بتلاقي صورته في الشباك، وساعتها الاطفال بيزيد صريخهم اكتر واكتر، ولما حدفته إلينور بعلبة المكياج والإزاز انكسر، غضب جدا كرين ورد عليها انه كسر كل إزاز الشباك في وشها، فحاولت تهرب منه بسرعة لبرة، لكن كل شيء في القصر غضب من إلينور بسبب غضب كرين منها، ولما دخلت أوضة من أوض زوجاته وبصت في المراية، لقيت نفسها بتضحك بشكل مرعب، فرجعت تاني ودخلت أوضة كلها مرايات، وهي في حالة من الرعب، وبتسأل ليه بيعمل معاها كده، وكان رده عليها بالصورة دي، وإنه عايز يتجوزها ويبقى ليه منها طفل، وترعبت جدا وكملت هروبها، لكن بيظهر لها شبح طفلة في الستارة، بتقول لها لازم تسحبيه للأبواب، وبكده تقدري تتخلصي منه وتحررينا، لكن إلينور ما كانتش فاهمة قصد الطفلة إيه بالظبط، وأنهي أبواب، وهنا رجع صحابها كلهم ليها وخدوها على أوضتها، ولوك بيقول لمارو لازم إلينور تروح المستشفى الصبح، لكن مارو بيبلغه إن بوابة القصر مقفولة، وهو ساب المفتاح مع دادلي، وساعتها بيتخانقوا مع بعض بسبب إن مارو إدى المفتاح لدادلي، وتقريبا هما كده اتحبسوا في القصر، ومارو في الوقت ده بيسجل فيه رسالة باللي حصل في أول وجودهم في القصر، وأول ما قال إن بكرة الصبح آخر يوم بوجودهم في القصر، وإنهم هيمشوا خلاص لما توصل دادلي، وأول ما جاب سيرة إنهم هيخرجوا، فجأة التمثال ده مسك مارو وحاول إنه يغرقه في المية، ولكن قدر إنه يهرب منه، وإلينور بتصحى على غضب كرين والأطفال اللي خايفين عليها، وظهر لها كرين وبدأ يكتفها وهي على السرير، وحاول إنه يعتدي عليها لحد ما صرخت والكل سمعها، ولما وصلوا لها أصحابها وأنقذوها في آخر لحظة، خدوا بعضهم وحاولوا يهربوا من القصر، لكن البوابة للأسف بتكون مقفولة، لوك خد عربيته وحاول يدخل بيها في البوابة لكن البوابة ما اتفتحتش، وجزء من البوابة وقع عليه وكان هيموته، وإلينور بتسمع تاني نداء الأطفال بيترجوها إنها ترجع علشان تنقذهم منه، وفجأة بتختفي إلينور من حوالين أصدقائها، ولما رجعوا القصر تاني علشان يدوروا عليها لقوها في أوضة كارلين زوجة كرين، وبيحذرهم كرين إنهم يخرجوا من الأوضة وبيفتح لهم الباب، لكن إلينور اتأكدت خلاص إن الأطفال محتاجينها في الأوضة دي، وكمان عرفت إن كارلين تبقى جدتها وإنها هتفضل في القصر علشان تساعد الأطفال، وساعتها كلهم اتأثروا بكلام إلينور واستغربوا أكتر لما عرفوا إن كارلين تبقى جدتها، وبعدها حاولوا يهربوا لكن كرين منعهم وبدأ يقفل الأبواب كلها في وشهم وكلهم اتحبسوا في القصر، وبيرجعوا لإلينور تاني اللي بتقول لهم إن كرين مش هيسمح لحد يخرج بره القصر، وكل الأدوات اللي استعملوها علشان يكسروا الشبابيك بتتسحب منهم فجأة، لوك بيفقد أعصابه فجأة وبيروح لصورة كرين وبيفضل يقطع فيها، وشافته إلينور وحذرته إن كده هيغضب منه كرين، وفعلا كرين غضب من لوك وسحبه وضربه في الحيطة وطير دماغه، الكل أعصابه بتنهار من المنظر، وفجأة البدروم اتفتح لوحده وكل العظام اللي فيه طارت عليهم، ولما كرروا محاولة هروبهم تاني كل التماثيل اللي في القصر بدأت تتحرك وتهاجمهم، ولكن إلينور قررت ترجع وتدافع عن زمايلها باعتبارها صاحبة المكان وإنها هتقدر تتغلب عليهم، وطلبت من مارو وسايو إنهم يهربوا، وبعدها حاولت إنها تشتت انتباه كرين وتبعده عن صاحبها، وبعدها شافت قدامها صورة جدتها وكمان السلسلة اللي لابسها جدتها هي نفس السلسلة اللي لابسها إلينور واللي أخدتها من والدتها، فقررت ترجع إلينور تاني لكرين علشان تاخد حق جدتها اللي كان سبب في موتها وتنقذ أرواح الأطفال، وساعتها قررت إنها تنده عليه بصوت عالي وإنها مش خايفة منه، وساعتها التماثيل كلها بتتحرك عليها وكمان تماثيل الأطفال بيشاوروا لها على الأبواب اللي قالوا لها
قبل كده انها تسحبه عليها، لان بمجرد ما تقفل الباب ده كيرين هيتحجز جواه ودي هتكون نهايته، وبكده يتحرر الاطفال. وفعلا كيرين بيخرج من صورته بيقرب منها، وفي الوقت ده بيوصل مارو وسايو وكانوا شايفين كيرين وهو ظاهر بشكله الحقيقي وكانوا مذهولين من الموقف. وإلينور فضلت تسحبه للباب لحد ما قرب منه وقدر الحراس اللي على الباب يسحبوه جوه الباب، وإلينور اتسحبت معاه. وفي النهايه قدرت إلينور انها تقضي عليه وعلى لعنته، والحراس بيقرروا انهم يسيبوا إلينور وياخدوا كيرين. وبنشوف في الاخر ارواح الاطفال اللي اتحررت من قبضه كيرين بيشكروا إلينور على مساعدتها، ونتيجه لكل اللي شافته إلينور بتموت وروحها بتصعد معاهم هي كمان. وبكده بينتهي فيلمنا. لو عجبك الفيلم ما تنساش الاشتراك في القناه واللايك علشان نستمر في نشر المزيد، ونشوفك. وبكده يكون انتهى فيلمنا. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناة وتفعل الجرس علشان يوصلك كل الفيديوهات الجديدة والحصرية من فيديوهات ملخصات محمد صابر، ونشوفكم الحلقة اللي جاية.